صباح الفل، تعالوا بقى اخدكم معايا مصر وبالاخص القاهرة، افرجكم عليها بلدي ام الدنيا، وطبعا من اجمل البلاد اللي ممكن تروحها في العالم. اتفرج علينا الفيديو وقول لنا ايه رأيك في اخر الفيديو. يلا اتبنت اهرامات الجيزة من الاف السنين في عهد الاسرة الرابعة الى الاسرة الخامسة، من سنة 2350 لسنة 2600 قبل الميلاد طبعا. المتحف المصري هو من أهم وأكبر المتاحف اللي اتبنت في العالم. اتبنى سنة 1835 وافتتح سنة 1902. المتحف فيه قطع أثرية من فترة ما قبل الأسر إلى العصور اليونانية والرومانية. طبعا ما انساش اقول لكم ان المتحف فيه اكتر من 180 الف قطعة اثرية. دقة وبراعة الفراعنة في نحت هذه التماثيل، قولولي ازاي طلعوها بهذه الدقة. برج القاهرة يصل ارتفاعه الى 187 متر، وهو اعلى من الهرم الكبير. ممكن تشوف من فوق الاهرامات والمتحف وقلعة صلاح الدين والنيل طبعا زي ما احنا شايفين. خان الخليلي هو واحد من اهم احياء القاهرة القديمة. شارع سياحي كبير فيه بازارات ومحلات ومطاعم تقضي فيه يوم كامل. في أماكن أثرية وسياحية كتير ممكن تزورها وتشوفها، في مناطق للتصوير ممتعة جدا. كنائس مصر القديمة هي مزار سياحي ديني. كنيسة أبو سرجة كانت محطة للعائلة المقدسة. الكنيسة المعلقة بنت على أنقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة. أهرامات سقارة هي واحدة من أهم وأشهر المعالم السياحية في مصر، وهي أقدم الأهرامات التي بنت في مصر. أهم ما يميزها شكلها المتدرج، وطبعا المعبد الجنائزي مفيش أروع من كده. Thank you.
قلعة صلاح الدين اتبنت فوق جبل المقطم، واللي بناها وخلصها السلطان الكامل ابن العادل، وظلت مقر لحكم مصر حتى عهد الخديوي إسماعيل. قصر عابدين شيد في عهد أسرة محمد علي باشا، وكان مقر الحكم من عام 1872 إلى عام 1952. المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم، وهيكون فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية.